في الحرم المكي يصلي الناس خلف إمام واحد. في الحج كيكونوا تقريبا أسي يمشوش الحج ناخذوا العمرة في رمضان العشر الأواخر تقريبا شحال كتكون مجموعة بين 3 مليون تقريبا في الحرم في العشر الأواخر. 3 مليون ديال البشر، 3 مليون ديال البشر ملي كيقول الإمام الله أكبر ما عندهمش الحق أنهم يكبروا قبل منه، وما عندهمش الحق أنهم يركعوا قبل منه، وما عندهمش الحق يسلموا قبل منه وإلا صلاتهم باطلة. تخيل معايا هذا السيد هذا ما قدره بين الناس، ومع ذلك وسط هذه الجماهير والجحافل وهذه الملايين إذا أحدث أي انتقض وضوءه يخرج من الصلاة ويستخلف من خلفه ويمشي يتوضأ، إن أدرك شيئا مع الجماعة من الصلاة يرجع مأموما، فإن أدرك شيئا من الصلاة صلى مسبوقا، وإن لم يدرك صلى منفردا، ولا ينقص هذا من قدره قيد أنمله، فإذا أتت الصلاة التي بعدها تقدم الناس ولم يؤاخذه أحد على شيء، وهو يصلي بالناس ويقرأ. قد يخطئ في أقصر صورة في القرآن الكريم وهي صورة إنا أعطيناك الكوثر، هما 3 صور اللي فيهم 3 ديال الآيات، 3 أقصار، والعصر إنا أعطيناك الكوثر إذا جاء نصر الله والفتح، لكن أقصرهن من حيث عدد الكلمات وعدد الحروف هي إنا أعطيناك الكوثر. قد يخطئ في الصورة التي لا يخطئ فيها الأطفال، وهذا لا ينقص من قدره شيئا، في حين أن رجل الدين الكاثوليكي إذا أخطأ في الكنيسة فبالنسبة للناس لم يخطئ ذلك الرجل الدين، إنما الذي أخطأ هو الإله الذي أرسله.